نعم، بصراحة مناعة القطيع هو مصطلح متداول كثيرا في السنة الأخيرة 2020، تداوله العديد من الناس بسبب أن إمكانيات الدول طبعا أكيد مختلفة. هناك دول تستطيع توفير التطعيم، هناك دول تستطيع توفير الرعاية الصحية، هناك دول أخرى لا تستطيع توفير كل هذه الأشياء. مناعة القطيع هو مصطلح أطلق عندما يتفشى وباء معين، طبعا يكون من الأسهل أحيانا ممكن أن نقول أن يصاب الناس ويحصلوا على أجسام مضادة طبيعية ممكن أن نسميها، لكن المشكلة هذه الأجسام المضادة تكون كميتها بعدد محدد، ليست كالمطعوم، لأن المطعوم مدروس ليصل بالأجسام المضادة إلى مستوى معين. أما الإصابة الطبيعية لا، يصيب الإنسان ويكون الإنسان له وقاية معينة، وهذا ما يسمى مناعة القطيع، يعني المجموعة كلها تصاب، لذلك يكونون جزئيا لهم حماية من تفشي الوباء، وهذا ما يخفف العبء على الدولة والنظام الصحي، عبء إدخال المستشفى، عبء الاحتياج إلى الأكسجين، وتبقى الحالات الصحية كالأمراض المزمنة، السكري والضغط والأمراض المزمنة الأخرى هم الأكثر عرضة للخطورة وإدخال المستشفى. لذلك لا نستطيع أن نقول مناعة القطيع تنفع مع هذه الفئة، ولكن ممكن أن تنفع مع فئات ثانية ولها محاذير معينة، وهناك نقاشات ودراسات كثيرة جرت عليها، ولكن أكيد هذا الموضوع لا يغنينا عن موضوع التطعيم.